على رأي إنها إيه خدامك. أنت عارفة يا رمانة، أنا ماليش في الغصب، كل حاجة عندي كيف ومزاج، بس بمزاج أنا يا باشا. ومزاجي قال لي إن أنا أجيلك لغاية هنا النهاردة. أنت نورت بيتك ومطرحك، ده كله من خيرك، إحنا نقيد لك صوابعنا العشرة شمع. الله على نقيد لك دي، الله أموت في البلد دي. أنت عارفة البنت اللي اسمها بوسي مجتهدة قوي، هتموت وتاخد مطرحك في كباريه، بس كئيبة. هو كل حي بياخد نصيبه. الله على نصيبه، أموت في الكلام البلدي ده. أنت عارفة يا رمانة، أنت صنف تاني من حريم، صنف يندر وجوده، صنف يتاكل على فترات، لما الواحد يبقى ليه نفس الأكلة، وأنا النهاردة نفسي قوي في الأكلة. يا باشا أنا غلبانة وماشية جنب الحيط. الله على جنب الحيط دي. أموت في كلامك البلدي ده. قولي تاني، قولي لا مؤاخذة، قولي ألتقيش معاك، قولي استرني. يا باشا مش أنت بتقول كله بالمزاج، يبقى مش بالغصب. وأنا النهاردة مزاجي فيكي بقى. سيبني 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 يا باشا، يا باشا سيبني، قلت لك سيبني. لو قربت مني هعوز نفسي. هتخزي؟ مش بقول لك البلدي جميل، بس عشان الجو البلدي ده يكمل، خش هاتي بابور جاز ودلوقي الجاز على نفسك وولعي فيها. صحيح البلدي يوكل، بس لما يبقى طازه، مش يبقى حمضان. غزي يا اختي، بس غزي جوه.
خميس عاوز يبلع الكل في كرشه. النهارده جاي ياخد مني بيتي وبكره هيقش السوق باللي فيه. يرضيك يا بدران نسيبه يبرطع بشكلنا؟ انا جاي اسمع العرض بتاعك يا معلم. ده مش عرض يا متر، ده اتفاق. يعني احنا هنتفق احنا الثلاثه والمكسب باسم العدل. مفيش حد بيشتغل عند حد ولا حد بيجب على حد، والمكسب كتير كتير قوي يا بدران. طب ودور كل واحد ايه في الاتفاق ده؟ انت البطل وكلنا كومبارس صامت جنبك. وبما انك انت البطل انت اللي هتجيب لنا مصارين افندينا، مخازن، مصالح، المواعيد وخلافه يعني. طب وكده تبقى اسمة عدل يا معلم انها تكون على ثلاثة؟ امال انت عايزها على كام يا متر؟ لا، المثل بيقول ان عشقت تعشق قمر وان سرقت تسرق جمل، ومفيش اكتر من الجمال عندك يا معلم. المثل ده حرام يا متر. استنى انت، طلباتك يا بدران كده ممكن يبقى اول الكلام. ممكن تشيز يا متر. ضربتها؟ للأسف ما كانش في قدامي حل تاني غير كده. أول ما شفت الشريط في إيديها اتجننت. أنا كنت ممكن أخنقها، أخنقها بإيدي. طب معلش أنا هسألك سؤال، أنتوا علاقتكم الزوجية عاملة إزاي؟ عادي يعني مفيش جديد. مش قصدي، بس العلاقة الجنسية عاملة إزاي؟ بإيه؟ أرجوك ما تفهمنيش غلط، إحنا هنا بنحاول نحل أزمة. أبداً عادي برضه مفيهاش جديد. 80% من العلاقات الزوجية اللي حوالينا إجاباتها كلها بتبقى عادي جداً، مملة، باردة. العلاقة الزوجية بتتحول بقت عبارة عن روتين. عشان كده للأسف الشديد بنضطر إن إحنا نلجأ لمؤثرات خارجية عشان العملية تتم. مفيش إحساس. تقصدي إيه من كلامك ده يا دكتور؟ مراتك حاسه ان هي مضغوطه شويه، حاسه انها مش في دماغك، انها منسيه، وانت مش واخد بالك من كل ده. السجاير سعادتك يا باشا. طلبت منك سجاير؟ لا انا اسف يا باشا، انا اسف. يلا. ده مغاوري اللي حكيت لي عنه؟ هو ده مغاوري اللي حكيت لك عنه. ابوش دبلان ودين بتترعش. تخيل ان كل ده بقى بيحصل وهو سايق العربية. بيبقى سايق وركبه بتخبط في بعضيها. الغريب بقى انه بينام وهو سايق بسمع شخيره، مع انه بيبقى مفتح عينه بس مش باصص لأي حاجة ولا لأي حد. وبيني وبينك يا دكتورة، مغاوري ما يفرقش كتير لا عن شادي ولا عني ولا عن مراتي. الخطر بيقرب قوي يا دكتورة ولازم ناخد بالنا. احنا بنعمل اللي نقدر عليه صدقني. عندك حق، لازم نعمل اللي نقدر عليه. دخلت هنا ازاي؟ زي ما دخلت السوق ونطرتك منه. وجاي عاوز مني ايه دلوقتي؟ انا خدت منك السوق، فاضل بيتي هاخده اللي انت سرقته قبل كده، وفوق ده كله هاخد فوق البيع عمرك. عاوز تقتلنا خميس؟ انت قدامك حل من اتنين ملهمش تالت. فكر. متى انا هتخرج من البيت ده بلبوصه؟ بلبوصه وبزفه. متى تخرج نايم على ظهرك
في نافوخك رصاصة من مسدسي، تختار ايه؟ سبيت بس مؤاخذة سيد المعلمين اللي جابك هنا. بس يا ماما مؤاخذة عريس، هو انا جيت في لحظة شهاوة؟ كانت بس خلاص. بس ده بيتي يا خميس، بيتي ومحدش هيقدر يطلعني منه. يبقى بسم الله والله اكبر. لا 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 بسم الله الرحمن الرحيم. ملك يا معلم استغفر الله العظيم، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ناقصه كوابيس كمان يا رب. اه الشفا انت كويس؟ الحمد لله الحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم. يا الله يخرب بيتك يا خميس. في ايه؟ في ايه يا معلم؟ ثلاث خمسان جم مع بعض. ثلاث خمسان؟ وقعدوا على الكنبة. مالك يا معلم؟ خمسان ايه اللي قاعدين على الكنبة؟ في ايه يا معلم مالك؟ اللهم صل على النبي. في ايه؟ انا تعبان. طب ريح ريح. بسم الله الرحمن الرحيم. في ايه؟ ريح ريح. اجيب لك دكتور؟ انا محتاج دكتور. يو اشوف امتي ولا لسه؟ هما مين دول؟ الخمسان. انا بقى شايف ان كل اللي بيحصل حوالينا في الشارع ده له جهل ولا غباوة ولا فقر ولا بلطجة ولا اي حاجة من الحاجات دي. ايه يا فندينا؟ قلة المزاج. الناس مش متكيفة صح، وطول ما هنا مش مبسوط مفيش حاجة هتبقى عدلة. طب والحل يا فندينا؟ الحل ان هم زي ما حرروا الجنيه، فاكر ما حرروا الجنيه؟ يحرروا الحشيش. الله الله. والصح منه بقى، الصح منه انهم يدعموا الحشيش. الله عليك يا معلمي، كلامك حكم. كان مفترض يترشح للتشكيل الجديد. مش وقته يا زوز، مش وقته. وعندي فترة انتقالية صح يا بطني؟ انتوا اتسطلتوا ولا ايه؟ انت اتسطلت قد؟ لا. طب قول انا مش مسطول خمس مرات. انا مش مسطول، انا مش مسطول، انا مش مسطول. طب انت كده قد مسطول. انا مش مسطول، انا مش مسطول. ما عاوز افندينا. في ناس عاودينك بره. ناس؟ ناس مين؟ واحدة بتقول معرفة. واحدة؟ كده الحلو كامل بقى يا رجاله. ابعت ابعت. هتقسم عليك بس بتقول عايز احداك لوحدك. يا حلاوه بزياده. ابعت يلا يلا. خد الرجاله في الصحون بره. يلا يا رجاله واحنا بره مستنيين معاليك. يلا يا رجاله يلا. انا مش مسطول، انا مش مسطول، انا مش انا مش مسطول، 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 انا مش مسطول. اهلا اهلا اهلا. انت مش عارفني؟ واخذ يعني العتب على العتب. انما نتعرف. لقيتك بتلف حواليا كتير، قلت اجيلك لغايه هنا واسالك انت عاوز مني ايه يا خميس. بلف حواليك كتير. انت مين؟